بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم سهلا في هذا الجزء من برامج خروجو. لان نطرح سؤال اخر مولي فيما دمنا نتكلم بمصطلحات بالون، لان نسولوا سؤال اخر مولي عنها. قال عن المعارضه المشاركه انها لعبت المباراه لابسه لاعبين بين اللي خمس لاعبين عند المعارضه المقاطعه وباويه لعبوا مع المعارضه المشاركه، بينما الحزب الحاكم والموالاه لعبوا ب 11 لاعب ومجهزين كانوا، وتراهم ويعرفوه وقدام جمهورهم، وكانت عندهم عسكرات تدريب وعندهم اعداد تام لهي المباراه. ويقول شي من الناس عن اللجنه المستقله اللي هي الحكم اللي هي مجموعه ليزاربيتر دي ماتش، عن فم مجموعه منهم ليزاربيت فم انهم ما يسينيالوا لورجي، وعن كاع حتى لاربيت سنترال عن ما عندهم كونديسيون باش تم دائما حدا بالون، وبالتالي فم اكسيون هاد كاع ما يشوفهم العرقله هذه وفوت وكفرة اوبستريكسيون وانتير التركي، فمقدم الامور انه قعد ما شافهم كاع لاربيت سنترال. انتم في المولات ظهركم عن هاي الاعذار المغلوبه اللي دائما يديرها على التركمانيين، غالبا يقولوا عن بين كونتر فان وبين اللي الشمس كانت عاميه عينينا وبين اللي الاربيتر اللي ما كان نزيه. ظهركم عن الاعذار ولا ظهركم عن فهم هالشيء مثلا الموضوعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان هاي الاعذار ومبررات من ناحيه بالنسبه لنا نعتبروها مبررات غير مقبوله غير صادقه من حيث المبدا، نظرا لان اللي حصل في الاربيتر مشتركين فيه نحن كامل، مشتركين فيه مجموعات كامله ومسؤوليه الناس كامله. نعود بواحد الاكسيون لا يفوتوها اكسيون هات الناس كامله. اذا كان خطا بالنسبه للاربيتر، الاربيتر نحن اللي قررنا الاربيتر. الاربيتر نحن اللي قررنا. ونحن اللي اجتمعنا كاجتماعنا وقررنا يعود عنا الاربيتر التل. عن لجنه مستقله عندها كافه الصلاحيات من بدايه لنهايه. واللي خلق اللي فوت اللي خلقوا والله ذيك اللا مركزيه اللي حصلت ام الاخرى مع تلقى باللائمه على مجموعه معينه كليب بعر بين مجموعه تلقى عده احزاب من ضمنها التواصل. اسمع اللي هو الرئيس وانا قاعد ما نتكلمين عليه هو ابوك الاحزاب عاد تتكلم عليه بعدك حاضره معنا نظرا راينا حد يمثلها غير نحن مسؤول حقيقه ام الاخرى. الاربيتر انت نحن كامل سبع اشخاص نحن كامل اتفقنا عنهم عينوه بالاغلبيه وبالمعارضه ولي نعينه نعطيتهم ديك الصلاحيه الكامله ديك الصلاحيه الكامله ما قدت تختصر عليه ما قدت تحقق الهدف المرجي من قضيه انت نظرا لتباعد المناطق كثره البلديات وكره وعينت لجان لاحقه. اذا فما اخطاء غير مبرره وعلى ناس كامله طيل التراد هذه هي الحقيقه طيل التراد. تفضل لكم عن الكلام المغلوب والله فهم فعلا اخطاء. شكرا. انا راح نصحح بعض شويه معلومه على اللجنه المستقله للانتخابات ما كنا مشاركين في تعدالها. كانت الحوار اللي نتجت عنه معروف من داخله وهم يشارك فيه. اخطاء الحكام شنو هي؟ ظاهر لي على كانت مؤثره على المباراه. الحكام انا قاعد لان اختيار السؤال ينقلب لين يقول تعود وينهي البليدات اللي ما خطوا فيها الحكام. الحكام خطوا في كل بلد واللجنه المستقله للانتخابات خطت في كل بلد لا بدات وش عيادة تفوت عليه ظاهر لي ما يشوفوه ظاهر لي على تواصل كان من الاحزاب الاولى اللي نهار الساعات الاولى من التصويت صرح عن ذم خروقات كانت مبيتة وواضحة. إلين يمتنع ممثل عن يخش يمثل حزبه وإلين يصاع على سبت أنه احتج بطريقة مسؤولة على عملية تزوير واضحة قدامه كارتون روج سموحة وإلين يسبقه النار على الأقل كارتون وإلين تعود الهجنة المستقلة للانتخابات والمستقبل ديك لابد انتم دائما نطرحوها بين قوسين اختين ديراك بين قوسين ياك تم دائما معروف اني دايره بين قوسين ولا نولي لها يدين الهجنه المستقله للانتخابات تمارس تزوير واضح وفاضح للمحاضر اللي عندها ولين تستهدف حزب معين باوامر جايتها اعلنها للحزب بالضبط اللي هو حزب تواصل يبان ظهر للدولة بحجم ما كانت عاطيته له والتفاف الشعب الموريتاني حوله حرج الدولة
غيرت مرة تعنا مبيت لجنة أحراجهم الآن فات غيرت النتائج غير كان مبيت اللي كان مبيت عن تواصل عن تواصل ما يحصل على شيء وإذا عاد لا يحصل عليه يحصل عليه لا في حدود الممكن مع هذا اللي فر وبيت ومع هذا اللي فر وعدل أظهر تواصل بحجم أكبر نختار نختصر على اللجنة المستقلة للانتخابات خلاصة القول أنها كانت لجنة خرطوا لها مسألتين واحدة غير إكفاء اللي العملية اللي 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 واحدين فيها عجز ولا يبعد وعد 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 أهلها عجز عن معن كونديسيون تو ما يعودوا حلو بالهم قاعدين يعدلوا شقرتهم يعودوا دائما حلو بالهم لا مخلين يعدلوها ويبقوا ملي يداقوا فيها وخلطها كامل تعود ما تقدر تعدل شيء وهناك مخلي ملي كامل تعدلوا وهامك ملي تظلم فيه وتداقي وبالتالي خلطوا فروقات وفهم امور مبيته وفهم اذا ثم ظهر لكم عن ثم قاعد على كل حال انه معارضه المقاطعه ولا تعنيها قاعد اللجنه محققا الانتخابات كامله كتعقيب سريع باطل كملاحظين والله كمراقبين الخروقات والخلفيه المستقله كانها تجربتها مستقبلا قاعده تستمر هاي اللجنه والله اللجنه المستقله زاديه في جد كيف رقابه وزاره الداخليه كنا مشكلين اصلا لانها اسوء بكثير وشهد شاهد من اهلها مسعود وجماعه اللي معارضه المحاوره بصفه عامه هي اكثر الناس كانت شهادة ضد اللجنة وأكثر الناس اعتصام احتجاجات قدام مقرات اللجنة ظاهر لنا ما احنا بعد المعارضة للمقاطعة كنا حاصل عندنا فيه يقين ولا هو مجرد شك ومن الأمور اللي جعلتنا ما نشاركه لا هو طبعا كره من الانتخابات ولا هو قلة يعني أملنا في الحصول على نتائج كبيرة غير متأكدين من الحكم اللي يعود ما هو حيادي يسوى فضله ويسوى السياسة أكيد من النتائج اللي يعود محسومة للطرف اللي هو معه وظهر لي إنه هو دور اللجنة كانت ولا هي حدها قام هو الإدارة والدولة بصفة عامة وجهزتها كاملة معروف إنها طرف الدولة أنت والطرف القضية والمواطن البسيط يرهب ويخوف واللي منها مستعد لي يبيع قيمته صوته الدولة مستعد لتدفع له من شيء وخذ ضريبة من شيء وتشريه بها لم تعليق بسيط على النتائج ظهر لي المعارضة المشاركة نختار نقول للأخ باطنها ظاهر أنها حصدت نتائج لباس بها في ظل عدم ضمانات وفي ظل التزوير له وأكبر دليل على ذلك أن المدن هم اللي يراهن عليهم نسبة المعارضة المشاركة بينهم أكثر هي من النظام وخاصة نواكشوط يدل أعلن لوفرة شروط وضمانات أن يحصل شيء ما له هو العدل نحن نقاطع حمود أنا على السريع اللجنة المستقلة ملاحظتكم انا بعد ضالي عن انت تتكلم عن اللجنة شوي يسبقها شوي صار طبعا يسبقها شوي بعد قاع من ناحيه هو اطار الاشراف على الانتخابات بشكل عام اللي تدخل فيه اللجنه وانا نختار نوسع شوي انا ضالي عن احنا في المنسقيه واخذنا ديك الساعه عريضه فيها شروط اللي ظاهر نحن عندنا اللي تعدل بها انتخابات توفر فيها شروط الشفافيه والنزاهه والحريه من اول ذيك الشروط بالنسبه لنا اللي قال له حياد الدوله وحياد الاداره وحياد المؤسسه العسكريه لين يعودوا استنادره والجنرالات ماشيين يعدوا الحمله انا على الانتخابات ما يسول عنها لين يعودوا المدراء والولات والحكام ماشيين يخوفوا الناس ويطمعوها ويعدوا الحمله انا عن الانتخابات ما يسول عن نتائجها ولين يعودوا الوزراء ماشيين على نفس النهج ويعود الرئيس وتعود الدنيا فر ماشي على النهج ما على الانتخابات قاع الجوانب الاخرى قاع ما مشتوا اخبارها تخطيني ذيك الجزئية التحضير الفني والمادي المرضي لهذه الانتخابات ولعلكم لاحظتوا عن ثم مناطق يعود الكيس يجي فيها أكثر من عدد الناس اللي مسجل فيها هي لعلكم لاحظتوا عن ثم الواقع يجي صوتوا أكثر من مرة واحد صوت جي باختصار أنا لين حاولت ما ينزيد علي إن شاء الله وقت الإخوة ذي الإحصاء اللي خلق ذي الإحصاء اللي خلق الناس اللي مسجلت فيه نحن رأينا الناس مسجلت هي ما هي مسجلة رأينا الناس اللي طلعوا أسامي على السجل الانتخابي هي ما هي مسجلة وفي مناطق هي ما قد دخلتها قاع معناها عن ذي يضاف له لجنة مستقلة كيف قال لك الأخ محمدو وشهد شاهد من أهلها الناس اللي كانت مشاركة في الحوار اعترضت عليه اللجنة بالمناسبة بعيد باختصار شديد 50% من عمالها من عمال وزارة الداخلية الكوادر الفوقانية من عمال وزارة الداخلية اللي اشرفوا على عمليات التزوير التاريخية في موريتانيا وبالتالي ما حد تكلع عليهم قاع شغلته ما يشيل الوقت عن العناصر الأخرى المتقيانة يقولوا عن والله زاد معروف عن توماس انه خبطاته 2 شهرات اللي رفقاع المفقعة يقال عن تواصل مثلا
انه بقى في قاعه معناها تيقر وززاد ما اجبر اخلاق النظام ومشينا اخلاق المعاهده به اللي متقدم لزعامه المعارضه وفاقع جماعته اللي مشى عنها والله اللي بقات عنه ولا تلقى يولي لها. هذا تحليل شماسي. هذا ظاهر لي على انه تحليل ينقال في ارض الواقع على التواصل كان دائما ولا يظل ينحاز للمواطن الموريتاني يسوى انفقاع النظام ويسوى شان اخلاق اخلاق واحدين اخرين ويسوى حرج واحدين اخرين. الهدف الاساسي هو بلمنين تعود فيه مصلحه المواطن الموريتاني اللي نحن نعرفه على انه يعاني ومازال يعاني ونعرفه على ان الدوله وحزبها والله واحزابها ونعرفه على ان الهدف الاساسي كان على انهم يستفردوا بذا المواطن العادي اللي يلود لقمة العيش ويقدموا لرؤوسهم على ان الخالق الله هما وبالتالي يعود الخيار قدامه معدوم. وبالتالي قدمنا رؤوسنا وقدمنا الشيء من الرجال والعليات الاكفاء وتظارك فعلا في تقروزة اكفاء معكم هوك ولا ابدا ابدا تواصل كان دائما ولا يظل هو الحزب اللي يدور مع مصلحة. انا شفت مصطلح عطاري يقولوا المعاهدة زايد واحد. المعاهدة زايد واحد اللي تعود قطب ضارك في الشكل والله المعاهدة والتواصل ما قدوا ينسجموا تماما. انا ظاهر لي على انه يكساعة متفقد باط على انه يكساعة معارضتنا للانقلاب العبد العزيز كنا نقولوا لجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية ما فهم شيء يمنع من 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 اي حزب سياسي يجبر موقف عنده الحق في انه يتبناه وعنده الحق في انه يدافع عنه هو يتخذ هذا الموقف والناس هي اللي تديروا في البلاصه اللي تبقي يديروا فيها. ظالي عن تواصل باختصار ظالي على حزب تواصل اثبت على المشاركه بدلا من كنا نقولوا دائما ويعدى هذا النظام لجنه كانت تعدى انتخابات نزيهه باللي ما فهم منافسه وكانت تاخذ علينا بانتخابات مقاسمين فيها نقرا ويجون يقولون ايوه نحن عدنا انتخابات نزيهه كان انتم ابيتوا تشاركوا ومشاركة التواصل تعدل قطع لسينا اللي كانت تقول على ان الشعب مع النظام بهذا الشعب ثبت انه ما هو مع النظام وكشف العجز الحقيقي والتزوير اللي كانت المعارضة المقاطعة تقوله واللي كانت لا يتم لا تقوله توف ولين قالها وين هو دليلكم تسكت ترك عاد الدليل مرموس وعاد الإدانة مرموسة وفعل مشاركة حزب التواصل الانتخابات. بالنسبة للمعارضة المقاطعة ينقال عنها خارطة المنفقعة، هاي الفقاعة وهاي المنفقعة. والمنفقعة يقول مثل الحساني اللي على لسان المخ يقول لك المنفقعة لا ينسى هم راسه. بداية مثلا الانتخابات سمعنا بالمقاطعة النشطة وبفشال الانتخابات وهذه البعض يقول عنه لا كيف شعارات القطر ارتفضت له سنتين والرحيل والاعتصام وهذا. ما ظهلكم عن مقاطعة المعارضة اللي قاطعت انها اللي ضرت حقيقة لا المعارضة المشاركة انها فسحت المجال للحزب الحاكم والاحزاب الملتفة حوله انهم يقبضوا قرعة اكثر منعكم انتم في الحقيقة ضريتوا لا جانب المعارضة بمقاطعتكم. هذا ايش ظهلكم فيه؟ قال لي عنا قطع عنا مقاطعتنا اولا ما الهدف عندنا من ضرر اي حد وقطع عنا ما نراه ان ضرينا المعارضة المشاركة بل نراه العكس انها استفادت من مقاطعتنا وياسر من جماهير المنسقية والأحزاب هالمقاطعة أكيد إنه منه ما التزم بقرارها وكيف ما تعرفون إن أهل الداخل بشكل خاص إنهم دائما وغالبا ما لا يلتزمون بقرارات حزبية بشكل دقيق خاصة الموقف بذل حجم اللي هو من الانتخابات. ظهر لي جهة الجهة الأخرى بالنسبة لنا شاكين موقفنا والله متأكدين قاع من موقفنا إنه إيجابي وإن اللي فات خلق حتى الساعة إنه يأكد جديته ويأكد مصداقية اللي كنا نقوله زايد مولدين من الشوط الثاني الله يخلق فيه ونراهن عليها انه درعه دسوء بكثير واكثر تزوير من اللي خلق في المرة الماضية. واول دليل عليها هو تأجيله فترة تكاد تكون تعادي الفترة القانونية ظاهر لين مؤشر على ان الفترة طبعا مدانة كمل بعضكم بعض بكم اللي تقريبا نفسه الوقت يال تعود مقادمة يال تعود بين الضيوفر. جيد انا ظاهر لي عن نحن على مستوى تكتل القوى الديمقراطيه تجربتنا ما هي جديده في المقاطعه في الحياه السياسيه في البلد. نحن قطع عاد من دبيتات وقطع عاد من عمد وقطع عاد من
رؤساء المجموعات الحضاريه وعندنا زعامه المعارضه وعندنا ذي المؤسسات. ماشي. قال للاسف الشديد يوما بعد يوم يتبدلنا عن هذه المؤسسات على عن النظام والسرع لعن التمشي من المؤسسات السوريه. بدءا بمؤسسه زعيم المعارضه اللي ما بين لحد الساعه يواخذوا لها قانونها اللي تقد على اساسه وتشتغل. بدءا المجموعه الحضريه اللي عندنا رئاسه المجموعه الحضريه اللي في نواكشوط اللي معطله اعمالها ولا يمخلي يتعدل اي مشروع ولا طرحت ترخيص الدور تعدل سوق حضري مواصفات دوليه في العاصمه نواكشوط وعندها الفضل عنده الفضل اللي تقد تعدل به. الدوله مانعتها لانها مجموعه حضريه يتراسها واحد من تكتل القوى الديمقراطيه. عندنا تجارب الاحزاب اخرى من معارضه في بلديات في جميع انحاء الوطن طرحت تراخيص الدور تعدل شي من المشاريع تزي النفع للمواطنين وتحقق من خلالها برامج الانتخابيه اللي توعدت المواطنين بها، لكن للاسف الشديد النظام وحكومته ووزاره وزاره الداخليه ما بين يخلوا حد يعدل شي. عندنا التجربه في البرلمان، البرلمان ينتخبوا فيه وحدين بانتخابات واضح الطريقه اللي تعدل بها، وللاسف الشديد يبقى المعارضه عندها هامش معين اهله اللي عندهم لا يتكلموا، نتكلموا نحن كمان الشاء ويعدلوهما كما يشاؤون. نحن عندنا 100 و100 منبر نقدروا نتكلموا من خلاله ما يبال ما يبال البرلمان. 5 رواقيش، 10 رواقيش، 12 رقاش، 18 رقاش، 30 رقاش في البرلمان ما يمزي شيء، خصوصا لين يعود البرلمان ضركات اياها يتكون عاد من 147 نائب. وللاسف الشديد المعارضه المشاركه ما قدرت تحصل ما قدرت تزيد على 30 نائب. في الشوط الاول والشوط الثاني ظهر لي عن قليل ذاك المطموع لها فيه، اذا 30 صوت من اصل 147 صوت. السؤال المطروح شلي يعدلوا هذا الموريتاني؟ شلي يقدموا هذا في اطار محاربه الفساد في اطار وقف مسلسل النهب الممنهج للثروات اللي اليوم نعرفوا حالته فر نعرفوا اتفاقيات الصيد مع الصين نعرفوا فساد ام سي ام وتازياس اللي ترى موريتاني 3000 وقيه من كل 100 الف يربحوها نعرفوا الفساد القيمي والاخلاقي اللي جروا لنظام البلد اللي اليوم الجريمة أصبحت متفشية. الجريمة اليوم في موريتانيا ما يكفي الجريمة في موريتانيا اللي يدري تشر وهذا مستنيم وليه لأنها عملية إفساد مستمرة للي نقاوا الموروث القيم اللي عند الموريتانيين وقيم الموريتانيين وذوابتهم الدينية والوطنية. إذا أنا شيخ مسعين ظهر لي عن يقولوا مثلا عن من المفترض أن بعد 23 سنة يلا نعود تكونت عندنا ثقافة ديمقراطية. احنا فعلا عندنا نعرفوا لقوف فرانك وان كان التبرير اللي لا مازال قاع خالي وعندنا نعرفوا قرايه الطاقه هاي طويله الملانه من الرموز وفاليها اللي تعرفت اللي يدير باك قدام ويو وعندنا نعرفوا تغماس الصبع في السماء غير هاي ما هي اللي عينا عليها. احنا كان عاد عندنا تقاليد ديمقراطيه زاد هاي اللي تظهر في الحملات وتظهر في البرامج وتظهر في الدعايه. مثلا في امريكا الحمله فيها مناظرات وفيها رسوم كاريكاتيريه ونكت بين الحزب بين الحزب الجمهوري اللي رمزه الفيل والحزب الديمقراطي اللي رمزه الحمار ونوع من التنكيت ونوع من الدعابه ونوع من ما لم يعد عندنا احنا قطاعات بين زاد احنا رموز هاي الاحزاب والرموز هم اللي ما لها ما تعود شوي ثابته. ها رمز الحمار ورمز الفيل ما قد تغيروا له 150 سنه. شنو هو باط التقاليد والموروث اللي عادنا احنا عندنا احنا ديمقراطيين قد نبنوا عليه تراكم ترى احنا 25 سنه من التجربه الديمقراطيه. هل فهم تراكمات فهم تقاليد عاد عندنا والله ما فات ما تخلق شكوى. أنا يبدو لي عن قضية تراكمات وقضية الشعارات وقضية الأحزاب. إحنا في موريتانيا نعانوا من قضية صراعات قبلية وصراعات زعامات وصراعات ما عندها أي خلفية ديكية سياسية ولا عندها أي خلفية تقدمية. المعارضة تبني على شيء من الأمور اللي لا ترى الجهات الثانية عنها في مصلحة الشعب. والدليل على ذلك ما خرجت مبادرة ولا خرجت حتى الرئيس اللي تفوا على رئاسه وايده كامل بما في متكتل ونحن تعرف كنا موجودين كنا مشاركين في حمله ذوهم اليوم قاموا صح عنه جاي من الخلوات وعاد مطالب رحيله. هذا نوع من المنطق اللي ما يمكن نلقاه يتعامل مع اهله. هل هناك ما هناك قدموا شيء بديل؟ احنا حالا الفساد والجريمه حسب ما يقول تظهرك على باطل المسار الديمقراطي المستمر احنا ماشيين مسار صحيح والدليل على ذلك نجاح هذه التجربه اللي فيها حالا. شو 60 حزب وشو كذا لائحة قد المواطن الأمي الموريتاني من خلال الحملات والتحسيس والوعي الثقافي اللي عنده أنه قد ينجز مرحلة ما قد أنجزها. هاي حقيقة هذا حسب ملاحظته وحسب التواجد أنا في المنطقة. زد على ذلك
عن قضيه الجريمه. انا نرى ان وضعي الامنيه حاله للحال اللي قال اخي نحن للحاله حاله مر فيها من حياتنا التقدم في مجال الامن لم تشهدوا موريتانيا في اي تاريخ. طيب وامنا نرجع لك توسعنا الامني وانا راجل نعرف الحاصل ما في جريمه ابشع جرائم كانت اكثر موجوده حالا وعندنا احصائيه الامنيه. اذا لا ينقيس ما يخرص اللي هو راخو كر هذه الجانبه ينقال عن اللجنه المستقله ذا اللي تعدل انه ما يخرص اصلا تنقال يسمى ما يخرص به الزين. ينقال عنها خبطه ست تاءات هو ما يخرص كان في القديم كانوا عنده ست شوار كل ما يبدا بالتاء ينقال بتاءات ما يخرص اللي هي التناعيد والتفركيس والتوكويك الى اخره. اللجنه جابت زاديه ست تاءات جابت التباريد والتجابيد اللي شوهدته بيقرو يقرو والتعاكيس اللي هو عكيس الارقام وجابت التماكيس اللي شوهدته بيكي هيدي ما هو بيدي وجابت التعاقيب اللي هو تعاقيب الصناديق اللي شوهدته بيكوبني اللي انا وني وجابت التفوريس. اللجنه عذرت بكثره اللوائح وكثره الترشيحات وفعلا عنها ياسر مشي يربط الراس ويكلف هم اللي ياسر. هل هذا التضخم السياسي الافقي اللي عندنا احنا نعيشه حسب مصالحات البعض يرتو يعالج هذا من الاحزاب وهذا من الرموز وهذا من ترشيحات؟ احنا عندنا من اعلى المستقلين يكان يقلوا الترشيحات وكان الاحزاب السياسيه تعود فعلا احزاب وكنا ما سعنا من 90 لين بدوا ب 10 احزاب ولا 20 غير تم يتناقصون يبقوا لنا 3 ولا 5 بينما منحنى الاحزاب في تصاعد لقايسين ضرك 100 وقايسين 200 والله ما نعرف كم. هذه ظاهره شنهي ولماذا وشنو علاجها؟ اسمح لي نهنئك بعد كاع على ذا الابداع في القياس باللي فعلا مبدع ويوصل الفكره. نختار يجاوب الاخ حيمودان به اللي عن اطرح سؤال عنده الحق في انه يجاوب. اشتزي 30 نائب 147 نائب فقدوا ولا يعود ناسي على اصوات ست برلمانيين كانوا في البرلمان اللي تنقضى مدته للاحراج اللي قدموا للنظام ما قدموا له حد. كان يؤخروا الجلسات وكانوا الوزراء يرتبكوا وكانوا خطط النظام ينكشفوا في البرلمان ويجبرهم الشعب الموريتاني يفرض يسمعهم. راهو ما قد يغيروا لا قد يمنعوا غير وصلوا للشعب الموريتاني الحقيقه اللي كانت لا يتم دارق عليه. يعني هو الهدف. ونوجه تحيه بعد هون لوك النواب الرئيس حاجي منصور بدر الدين يعقوب الأمين كاديتا جميع النواب اللي استطاعوا أنهم يحرجوا حقيقة النظام ولا يغيب صوت المواطن العادي اللي راه فيهم واللي راجين على دير كوكب دخل تواصل الدور تواصل ذاك الدور دخلوا أحزاب المعاهدة الآخرين. زين ظاهر لي على سؤالك قمة في الروعة ودليلك عليها على ان دي 68 حزب والله العدد الهائل من الاحزاب يلين جا 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 النتائج 1% ما راوها كاع حزب على مستوى موريتانيا 14 صوت وبالتالي هاي فعلا مهزله حقيقيه كثره الاحزاب. يلا تمتن الشروط في الترخيص بعد كاع ويلا تمتن الشروط في العقوبه رجاج الحزب ما حصل نسبة معينة ينحل. ظاهر لي على أن بيلي نحن مثلنا في مجتمع بدوي كلها معود شيخ راسه تالي يمشي عدى الحزب وراسه ويبيعه مرة ويشريه. ظاهر لي على الخلل اللي تتجي عندنا كثرة الأحزاب على المواطن العادي جبر مشكلة في يوم التصويت وهو اللي عكس حجم الأصوات اللاغية مع على في شعب في الجهل مازال يعني ربك مكلف للدولة ربك مكلف والله يعني للأسف الشديد شفت واحدين من شباب المعارضة المقاطعة دلوا على هزلية الانتخابات بكثرة الأصوات اللاغية وارتكبوا خطأ بسيط على أن الأصوات اللاغية اللي يسخروا منها واحدين منهم إنها مواطنين واحدين منها مواطنين قطعنهم شاو يبقوا يصوتوا وعبروا عن خيارهم اللي حكمهم الجهل اللي مسبب والله قلت الرؤية للتسكير اللي واحدة اللي بيهم أولا الجهل واحدين منهم بيلي المجموعات الحكومات المتعاقبة عملت على تأجيلهم. ثانيا شي من الواقيه الكبار اللي كانت الإضاءة ما هي متوفرة واللي واحدين منهم قاعد حرموا رؤوسهم من التعليم ياك يعلموا أولادهم اللي يسخروا ورك منهم. ظاهر لي على فم صوت واحد لاغي مولاه نحن شفناه على في التلفزة وطاحنا كامل هو صوت فخامته.
ظاهر يعني ذاك الصوت اللاغي، صوت رئيس الجمهورية اللاغي اللي شفناه كاملين هو الصوت في البلدية وفي القصر دعم، ظاهر لأنه بعد لاغي به اللي بدل البطاقة وبه اللي ملي استعان وتابع ولا نقول صديق، وظاهر لي على أنه صوت لاغي يقدوا المقاطعين معارض المقاطعة يراو فيه قمز ولمس، ونختارهم بعد يزعجوه ما هو بالسخرية منه على الفيسبوك، تعود فهم سخرية على تعود فهم حركة على أرض الواقع تربك النظام وتكمل الدور العدل المعارضة المشاركة خصوصا التواصل. إذا عندنا نحن بدأنا بحكم مدني وحادي ثم حكم عسكري ثم عسكري مدني ثم مدني عسكري ثم عسكري ثم ذا اللي احنا فيه ضرك، ولعلي شك الناس عني ما نقدر نوصفه، شي من الناس يقول له مسكري معناه ما في من المدنية ما هو المين، شي من الناس يقول له عنه عس دني معناه ما فيه من العسكرية ما هو لا العين، معناه الناس تختلف حوله. هذا ضركاتية، احنا الديمقراطية وسيلة للتداول السلمي على السلطة، والهدف منها اصلا اياك تقد تخلق مشاريع تنموية وتقد الناس تصيب، منين يخلق الاستقرار بالتداول السلمي على السلطة؟ يخلق التنمية من درا، هي علاج، هاي ديمقراطية علاج. العلاج منين ما يصدر مسائل الا ثنتين، واحدة التشخيص ما كان صحيح والله العلاج مزور، هل تشخيصنا احنا ان قالتنا الديمقراطية فعلا غير اللي راينا منها ما ينجح ما هو ناجح بما ربما هو مزور، والله قاع اصلا تشخيصنا عن حد قبصت ما جبنا وقلعت مرارته ورقد وقلعت مرارته، معناها قاع احنا ديمقراطيه ما هي علاجنا. شماسي عندك الديمقراطيه وهي الاحكام المتعاقبه وهي كان فعلا علاج، ولماذا ما دوانا؟ ارلين الديمقراطيه اللي قط خلق منها من استقلال الدوله لليوم ضئيل الحقيقه، وتم القضاء عليه من خلال انقلاب الاول اللي هو انقلاب 10 يوليو 78. ظاهر لي ان البلد شهد في تلك الفتره عدة أحكام عسكرية متعاقبة وعدة مواثيق دستورية لم تلبي ولم تقدم ديمقراطية، وإن كان دستور 91 اللي أعطى رئيس سابق معاوية كهي بكي ما قلت رقبي، لأن الديمقراطية جات مفروضة والله ممنوحة زاد مفروضة من الداخل على النظام وممنوحة من النظام للناس، ولا جات مطلب إذا ما جات علاج ما جات مطلب بل مزورة ما هي دو مزور ما وصاله مزور أكيد ومزير مفروض محتوى حقيقي، بالتالي ظاهر من خلال إن الانتخابات احدى مواقع ذاك الدول الاول ما زلنا نعالجوا به ضرب ما طورناه ما جبنا نوع منه مناطق اخرى ضرب عاد انجاب من الصين هو مزور وتزويره عاد نوضع انواع تزوير ظاهر لي اني انشر شوي علينا الطقبيل عجلتني عنها هي مقاطع النشطه اللي قبلت اللي قالت علنت عن المنسقيه ظاهر لي انها ما زالت ماشيه فيها واكيد انها الفات منها الا جزء مسطره المنسقيه عاد فعليها ودور ان شاء الله وهي تشوفوا المرحله القادمه ان ذي خمس عماء الى فاترين تمت الامور جاريه على المسار اللي احنا شايفينه من بدايته لنهايته خطا، ولانه قابلين يمشي بالطريقه اللي هي اكيد انه مستمرين في نضالنا. ظاهر لي ان ذكر صاحب البي ار قضيه الصراعات القبليه والمعارضه المقاطعه عنها، ظاهر لي اكبر مستفيد واكبر داعم للصراعات القبليه واثارتها من جديد ويلعب على وتيرتها اكثر من غيره هو البي ار. ثم نقطه اخرى لابد لي من نذكرها انه كيف ما قلت لك والدليل على ان الديمقراطيه مزوره ان الاستاذ اللي يمثل فيها كحزب على الاقل بعد ما يعني ما سينو قاع من الناحيه المؤسسيه ولا من المنظور السياسي ولا قاموس السياسه انه قد قال له حزب وهو يمثله ويمثل ما سينو حزب هو قال لك انه الامن انه شهد تقدم كذا كذا وانه هو يعرف القضيه بما انه امني، ظاهر لي انه رجل امن ورجل سياسه الان واحد ياكد قلت حياد لي انا نصا كان معي انا من شرطه الامارات اكو معنا امني عنده اعطيه المقاطعه على كل حال ماشيين فيها واحنا حاتم بعد ظاهر انها خيار وانها اكيد ان موريتانيا تطلب علينا اكثر من المقاطعه هذا وان فتنا قدمنا ما في الماضي تضحيات تستحق عند موريتانيا المقاطعه عندنا قلها لا تعود تاثير علينا على اذا انا مستعدين ندفع اكثر. في سؤال نبغيك تجاوبني عليه هو ان هل ترى ان الحزب الحاكم ربما ينجح في ان ينقل المعركه من معركة بينه هو وأحزاب المعارضة إلى معركة داخلية عادة أساسا بين المعارضة المقاطعة والمعارضة المشاركة، والله زاد إن أردت تحديدا أكثر ربما يعود بين التكتل والتواصل. جيد، أولا نختار نبدأ بالمين الأخ محمدو في قضية عن منسقية المعارضة الديمقراطية لعنها فعلا
وده يحاول البعض اليوم يشكك فيه، وحاولت بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد تشكك فيه ولين أعطينا نماذج. على سبيل المثال مسيرة 6 نوفمبر اللي راهن البعض على فشلها، واللي بدأت المواقع ووسائل الإعلام تتحدث عن 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 في آخر ساعات سابقها عن إلغائها وعن خلاف بين الرئيسين أحمد الداداه والرئيس صالح والحنن يلغي مسيرة 6 نوفمبر. مع ذلك خلقته وكذا وكذا وكذا, وكذا وعرقلت السلطات لها لأن تجمع أمن الطرق، واللي أنا بعد شخصيا نقول له كتائب مصغاره، كتائب الجنرال مصغاره على وزن كتائب القذافي على عنها، وقفت السيارات اللي كانت جاية، الحافلات اللي كانوا جايين ينقلوا المواطنين اللي ما عندهم وسائل النقل جايين ينقلوهم المسيرة منسقية المعارضة الديمقراطية عبر الحافلات، وقفوهم عند كارفور مدريد ونقزوهم وقفوا البيسات مشاو بيها جور فريير، أكثر من 30 بيس وقفت نقاس بيها فريير يوم المسيرة. مع ذلك المسيرة والساعة الستة بالمناسبة بعض المواقع كاتب مسيرة خجولة لمنسقية المعارضة الديمقراطية وتعتبر هذه الضربة القاضية لمنسقية المعارضة الديمقراطية. خاطت الجماهير، خاطت الجماهير وخاطت الناس، ووقفت الكذبة على اللي كان يكذب، وظهر حجم الناس اللي مقاطعة، وظهر التفاف المواطنين حول خيار المقاطعة. بعض المواقع بالمناسبة أصحاب الخبر بالتحديد الساعة السابعة عند بلين بدأت الأخبار تنشبر على الفيسبوك، ونحيي بالمناسبة هنا نشطاء الفيسبوك اللي يلعبوا دور مهم، دور مهم، دور دور مهم، دور مهم، دور مهم في الحديث. شنو الطريقة اللي الله وتمام؟ لأنك أنا ما ظهر لي عن أنا ما ظهر لي عادت في الأحزاب. أنا بعد ظهر لي عن إحنا في التكتل عندنا معركة واحدة، معركة ضد اللي قالوا الظلم، معركة ضد اللي قالوا الفساد، معركة ضد اللي قالوا الجوع، معركة ضد اللي قالوا إفقار الموريتانيين وتهميشهم وإقصائهم. حد فر مساهم في المعركة نحن هو حلفاء. حد فر نعتبره والله تشير المعطيات على عنه ما هو ماشي في ذا النهج والله عنه زاد يدعم هذه الخيارات، نحن هو بطبيعة الحال كنا في مسار كنا في مسار حتى. جيد أنا رأي عن زين فينا شوي الوقت، أنا عدت لا تعجوني شوي عندك عن مخرجك ما في كلام معناه عن يارط لا تحاول تقادون شوي في الوقت ياك نقدو لا نحن كلنا ضيف واحد وكنا يمثل تيار سياسي لا وسيت عني بعد كنا ضيف نحن كلنا ضيف واحد نروح الوقت انا ظاهر لي رواية بعض نختين نولي لهم ولي شوي لعن نحن الهدف الرئيسي اللي جعلنا نقاطع الانتخابات كيف قلت لكم قبيله هو على ما توفرت لنا ذيك الشروط اللي قد من خلالها تخلق انتخابات، وذيك الشروط فتفصلتها لكم. وبالنسبه لنا ذي الانتخابات لا حد انها انتخابات سوريه معدلها النظام وقررها هو بشكل احادي ومشى فيها بشكل احادي، وبالنسبه لنا اللي يتمخض عنه للاسف الشديد بشكل اول هو ذا اللي قال اعطاء شحنه، والله اهم اللي لا يتمخض عنها اعطاء شحنه من الشرعيه، والله الشرعيه الزائفه الفساد، والله المسار الفساد ما هو المسار الديمقراطي، مسار الفساد، مسار النهب، مسار تدمير القيم. واسمح لي قوس أخير اللي قال له قضية الأمن اللي تكلمت عنها قبيلة واللي رد علي الأخ، نحن اليوم نشوفه عملية تدمير ولا طمس للقيم الموريتانية مستمرة من 78 ليومنا ذا، مرت مراحل متعددة منها العلاقات مع الكيان الصهيوني، منها المجازر العرقية، منها أنواع مختلفة، ونحن بعد في التكتل وبقية أحزاب المعارضة كنا دائما نوقف وجهها، وصولا لإشكال خطيرة ومتقدمة جدا عن الرؤساء ينخبطوا بالتعمار مناطق مشبوهة، عن الرؤساء يأخذون تسجيلات عن الرؤساء يأخذون تسجيلات يعدوا صفقات مشبوهة، وصولا لتفشي الجريمة المنظمة اللي فسرها لعمليات المافيا الدولية اللي داخلتها موريتانيا، واللي فسرت عمليات القتل اليومية عاد في نواقش للأسف الشديد. يعطيك العافية. أنا كلمة أخيرة للشيخ سعيد. أنا يبدو لي باختصار شديد أن وضعيتنا أنا نعتبر أن وضعيتنا الحالة من أحسن الوضعيات اللي عاشتها موريتانيا، وهذا أحد يعترف به من إنجاز وقصر المدة. نحن ما نرى 5 سنوات ويريد تحقق ما قد تحقق. قضية جريمة لا تشك عن جريمة 2013 غير عن جريمة 2006 ولا 2007 ولا سنة 2000. التطور من الحيل الخلقي في عدة وسائل والدولة مع مكافحة ولي باخذ عدة كلمة أخيرة لا ترد عليه إلا أقول التطور عدة هيئات
مكافحة للجريمة والإنجاز تحقق من الشيء ما قد تحقق قضية الفقراء وظلمة مهم عندنا أساس أنا التقاليد الديمقراطية رسخنا رسخنا التقاليد الديمقراطية إيش به دليل عليه هاي اللجنة المستقلة الانتخابات أي لجنة وعينت بتوافق جميع الأطراف والعاد هناك تقصير من الأحزاب نفسهم وتحسن وتوف لأن رؤساها أي والتجربة لها اللجنة المستقلة رؤساها ما بنفرع عليهم أي دليل ونحن عندنا جهات قضائية هاي المجلس الدستوري بالنسبة للنيابة وهاي المحكمة العليا والطعون هي مفتوحة ولا يغبر فيها المجموعة اللي جاءت للأحزاب وعندنا اسمائهم واللي وقفت مع المدير جاب لها من الدليل اللي قاعد تصفع لي من ذات عن ولاد الجيش هذا الباء بيحصل هنا تين مكتب إذن عنا والدولة بريئة من أي شيء يتعلق بالانتخابات الرئيس صرح وقال نحن هاي اللجنة المستقلة لجنتكم واضح وانتم تعاملوا معها ومنطلق أي حد أخطأ والحكام والولاد ما فيهم حد يقدر يشوف مع حد من اللجنة المستقلة في المقاطعات ولا في الولايات ولا وأنا كنت في ولاية من الولايات جميع الإدارات ما فيها إدارات كنت تدخل في قضية اللجنة المستقلة واللجنة المستقلة مركزية في الولايات في المقاطعات في المراكز والفروع وفروع المكاتب اتفق عليها الأحزاب إذا كان فيها خطأ الأحزاب وإذا كان مسؤول يتحمل واضح الشيخ ما تحملوا الإبار ولا تحملوا أي حزب نحن كاملة أخطأنا فيها ودي المرحلة باختصار نقول عنها ياطا محصرة حسم ينبنى عليه وتو ياطا يبتنى على كي ما قالت الأحزاب المعارضة هو جزء من الأحزاب المعارضة عنه أخطاء وراجع عنه يصحح تصحح ويبتنى عليها أعطي لي أعطي لي تراد كلمة أخيرة الله اللي على الديمقراطية تعزيز قطعا شبه اللي يعبر عنها لا 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 هي أشبه اللي قد يعبر عن ديمقراطية عزيز ارتباكا وتزويرا وفضائح ظالي عنه مثل بالحقيقة أنا نوافق بالنسبة للمعركة اللي بالنسبة بالنسبة تحويل المعركة ما فهم معركة فهم شباب متحمس مازال يتعلم وكلها يقد يرتكب خطأ في حقه غير ما يلا أحزاب قيادة أحزاب المعارضة يتركوا شباب ذي الأحزاب هي اللي تحدد مستقبل العلاقات الحزبين كبيرين حزبين عندهم كلهم عنده احترام والآخر وكلهم فاصل فيه ذا الوطن كما هو فاصل في أولاد أحزاب والآخرين هاي صعب تصيفه وبالتالي ما أنا الله اللي أعلم فم وتوفى فم وحدين يراعوا في الألوان لا الأبيض والأسود ولا يخرصوا ويخرصوا لا جانب الكعس الفارغ ما يخرصوا ذاك المرام غير تكتل وتواصل علاقتهم لا يتم علاقة متينة وعلاقة وطيدة وعلاقة جيل شترك في بناء موريتان في مقارعة العسكر ولا يتم إن شاء الله إذا أنا في ختام هذه الحلقة أشكر باسمكم سادة والسيدات تراد واليحيى عن حزب تواصل كما أشكر أحمد والحيمودان عن حزب تكتل محمد والمولود عن حزب حاتم وأخيرا ليس آخرا كي يقول الصحافة الشيخ والمستعين عن لي بي آر شكرا أيضا للمخرج المتميز محمد بن أحمد سالم والطاقم اللي معاه خليفة سي وطيب والعباد وشكرا لهذا رسورة اللي استضافنا في هذه الضيافة الجميلة اللي هو رسورة هوزارت في ختام هذه الحلقة شكرا لكم وشكرا على المتابعة والسلام عليكم